في طرق مختلفة في مصر الشباب يقدروا يحصلوا بيها على تمويل أفكارهم. في مثلا برامج حكومية زي برنامج تيك وإتيدا، دي برامج لاحتضان المشروعات في المراحل الأولية، فالشباب بيقدموا بأفكارهم وبيدخلوا مسابقات ومراحل تصفية، واللي فيهم بينجح إنه يوصل للآخر بيتم احتضان مشروعه لمدة سنة أو 6 شهور على حسب البرنامج اللي هو مقدم فيه، وبياخد تمويل مبدئي ممكن يوصل ل150,000 جنيه. دي أول حاجة البرامج الحكومية. غير كده في مسابقات زي مسابقة ستارت اب اللي بنعملها عندنا في إنجاز، وزي ستارت اب ويك اند. غير المسابقات ممكن يقدم على انكيوبيترز تانية غير حكومية زي ابني وفلات 6 لابز، بس بيبقى على حسب نوع المشروع. يعني فلات 6 لابز بيهتموا بالمشاريع التكنولوجية، نهضة المحروسة مثلا عندهم انكيوبيتر بيهتم بالمشاريع الاجتماعية، فعلى حسب نوع المشروع يقدر الفريق يحدد هو ايه البرامج اللي ممكن يقدموا عليها. واخر حاجة بقى بعد ما مشروعهم يشتغل شوية ويثبت نجاحه ممكن يقدموا لمستثمرين او شركات رأس المال المخاطر Venture Capital زي سواري فينشرز او مجموعات مستثمرين زي كايرو انجلز. دي اسهل الطرق اللي بيها الشباب يقدروا يحصلوا على تمويل، البرامج الحكوميه او المسابقات او برامج الاحتضان ومسرعات الاعمال. الصندوق الاجتماعي بيقدم فرصه كبيره لاصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه، بس لازم يكون المشروع له هدف اجتماعي او له اثر اجتماعي ايجابي، ويكون الشباب مستعدين يسددوا قيمه القرض اللي بياخدوه، لان هو ما بيبقاش منحه ولا بيبقى استثمار، بيبقى قرض. فلازم الشباب يبقوا مستعدين يسددوا القرض ده بشروط الصندوق الاجتماعي. انا برجح انه لو الفريق هيستخدم قرض من بنك يبقى في مرحله متقدمه من المشروع، بحيث يبقى واقف على رجليه ويبقوا الفريق ضامن ان هو يقدر يسدد القرض ده عشان ما يحطش بقاء مشروعهم نفسه في خطر، لانه لو ما قدروش يسددوا هيضطروا يبيعوا اصول الشركه عشان يسددوا القرض. لكن يستحسن لو هو المشروع متقدم واقف على رجليه والسوق فيه طلب للحاجه اللي هم بيقدموها، في الحاله دي بس يقدروا يفكروا ناخد قرض ولا لا.